اي انسان مننا بالذات في العشرينات بيبقى حاطط خطه لحياته. الحقيقه ان يعني انت كل ما تحط خطه بعد اقدار الله هتيجي تغير لك الخطه دي، وده جزء من سنه ربنا في الكون اسمها سنه التدافع. الله يريد انه ينقلك من النقطه دي للنقطه دي فبالتدافع، فانت ما تبقاش شايف، انت اللي شايفه ايه؟ ان اقدار الله عطلتك. احنا الجيل بتاعنا عنده دايما انطباع عن الجيل الجديد بانه ضايع. قول لي بقى، انا عايزك بقى ايه تكلمني عن نفسك، انت مين يا عم؟ الموضوع بسيط، انا بقعد في اوضتي اجيب كتاب اتنين تلاتة اقراهم وبطلع بتساؤل، التساؤل ده بيكون تساؤل شخصي وبدور على الاجابه وبشاركها مع الناس. بس هدفك كان ايه من تقديم المحتوى ده؟ انت دلوقتي مثلا انسان ما عندكش قدر من العلم، طب انا عايز يبقى عندي قدر من العلم، يبقى اعمل برنامج يجبرني ان انا اقرا ويجبرني ان انا اسال ويجبرني ان انا اتعلم على ايدي المشايخ، عايز احسن من اخلاقي. فلما انا اعمل برنامج بتكلم فيه في الدين انا بجبر نفسي ان اخلاقي تتحسن. كلمات المدح والثناء ما بتاثرش في نفسك؟ مش ممكن تغيرك، تحسسك انك كانك بتبعد؟ الناس بتشكر فيا بطريقه مبالغ فيها لسبب، الناس ما بتحبنيش، الناس بتحب الكلام اللي انا بقوله. الحلقه بتاعت الخوف من المستقبل، يعني انا شاءت الاقدار ان انا اول ما نزلت حلقات والدي تعب، اصيب بمرض يعني خطير. يعني ليه اول ما ابتديت اعمل الحاجه اللي انا بحبها وحسيت الدنيا هتزهزم معايا، جه حاجه مرض خد كل الفلوس اللي انا حوشتها من شغلي، خد كل وقتي، لان انا بدات وقعدت 40 يوم ما بنزلش، لان انا والدي كان بيروح بقى ياخد بقى جلسات اشعاع وجرعات. ففجاه طب هو ايه الحكمه من اللي بيحصل ده؟ معرفش. فالسؤال كان جوايا، ليه بيعدى عليك لحظات في حياتك بتشوف اقدار الله غير منطقيه؟ فكتبت الحلقه. لو انت حاسس ان الشعور ده او الازمه دي عامله حاجز بينك وبين ربنا، انا عشت اللحظه دي قبلك وبقول لك الاجابه كذا كذا كذا، وافر عليك الطريق. كل حاجه بقوانين واسباب، ما تقوليش ربنا هيرعاهم او مش هيرعاهم. الناس اللي عايشه في غزه والاطفال اللي قتلت والنساء اللي قتلت والمجاعه اللي موجوده هناك، هو ما ربنا ما رعاهمش ليه؟ دي قوانين الحياه وقوانين الدنيا. في معتقد في الشرائع الاخرى ان الحياه تكافئ الطيب وتعاقب الشرير، وده مش حقيقه. وللاسف المعتقد ده عند كتير من المسلمين، يقول لك يا عم لا يا عم الظالم ربنا هيرد لنا حقه منه في الدنيا. ما بتحصلش. ازاي ربنا غفور رحيم وازاي ربنا هيعذب الناس بذنوبها؟ ببساطه شديده ربنا غفور رحيم. سأل حضرتك طلبت المغفره والرحمه دي ولا ما طلبتهاش؟ احنا نعرف معاني كتير قوي عن ربنا، بس مع ضغوطات الحياه المعاني دي بتروح مننا، فبنبقى بس عايزين ايه؟ رساله بقى حب من اللي احنا بنعملهم دي تفكرك ان ربنا كريم وان ربنا رحيم وان ربنا لطيف وان ربنا خبير. ازيك يا حوده؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. شوف، انا لما شفتك على التيك توك يعني عارف اللي هو ايه؟ حبيتك كده، اللي هو خطفت قلبي، عارف اللي هو خطفه القلب دي؟ ربنا يكرمك. وبعدها انا قلت للزملاء هنا في ذات مصر ان انا عايز اقابل محمود واكلمه، لان انا حسيت انه اللي انت بتقدمه رسائل الحب طالعه بحب وطالعه باخلاص وانت الحقيقه يعني زي ايمان يحيى وزي عارف انت بتدي نقطه بتفتح كده، عارف انت كشاف نور، بصيص نور كده في وسط ظلام حالك، عارف اللي هو، لان احنا الجيل بتاعنا عنده دايما انطباع عن الجيل الجديد بانه ضايع. يعني هو طبعا ممكن ما بيبقاش كده خالص يعني، بس انا بقول لك انطباعاتنا ان هو جيل مهتم بالجيل التيك توك، اللي مهتم بالاغاني، مهتم باللبس، له مصطلحات ومفردات احنا مش قادرين نفهمها، ليه قيم احنا مش قادرين نستوعبها، مش فاهمينها، وبقيناش فاهمين يعني هو اللي جاي ده هيبقى خير ولا يبقى شر، هو يحمل الخير ولا يحمل الشر، هياخدنا يطلعنا فوق ولا هينزلنا تحت. بس الحقيقه انا لما شفتك انا عارف اللي هو انبسطت كده، اللي هو زي الاب بالظبط اللي هو لما بيشوف ابنه صالح فبيتفائل، بيتفائل ان هو بقى شايف ان هو ابنه ده ممكن يعمل اللي ما عملوش، ممكن يصلح في الارض ويثمر فيها باكتر مما هو كان نفسه حتى يعمل. عارف انت نظره الاب دي بتفرق جدا، هو كده كده مفارق الحياه خلاص، هو شويه وهيمشي، بس هو بيبقى شايف، بيبص لابنه، الابن الصالح او عموما الذريه الصالحه عموما والذريه الفاسده
دي بتفرق كتير جدا مع الاب. الاب بيبقى حزين قوي لما يبقى يشوف ابنه رايح للانحطاط، ودي فطره انسانيه. وشوف بقى قصه سيدنا نوح لما هو كان يعني خلاص يا بني اركب معنا، فهو بيقول له لا ساوي الى جبل نعصمري من الماء، فيقول لا عاصم اليوم من امر الله. بعدها سيدنا نوح بيخاطب ربنا، بيدعي بقى ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، شوف عشان هو عارف ان هو وعده الحق، فبيقول له يعني يا رب، فقال له يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. فانا شفتك انبسطت وفرحت الحقيقه، واحنا عايزين بس هنشوف جزء من رسائل الحب اللي انت بتقدمها على التيك توك وانستجرام، نشوف جزء كده ونرجع نكمل. لو جوه قلبك فعلا رغبة حقيقية في التوبة، رغبة حقيقية في التقرب إلى الله، وندم على الذنب، ونية صادقة في عدم الرجوع ليه، فاطمن إن كل مرة هتحاول فيها وتفشل وترجع له تقول له يا رب سامحني، هيسامحك. ومش بس كده، ده هيبقى فرحان بيك كمان. أوقات كتير أقدار الله هتكون غير منطقية بالنسبة لك. أقولك الأسوأ، أحيانا هتشوفها غير عادلة وغير رحيمة كمان. هي لو كل الأقدار مفهومة وكل الأماني بتتحقق وكل الصعوبات مش موجودة، إيه اللي هيميز المؤمن عن غيره؟ الأزمات هي جزء من امتحانك في الحياة ليختبر صدق إيمانك. وعلشان تحافظ على حالة سلامك النفسي في الامتحان ده، محتاج تطبق كلام عالم النفس جوردن بيترسون لما قالك ركز على ما تملك السيطرة عليه. وإحنا في الامتحان لا نملك السيطرة على الأسئلة، لا نملك إن إحنا نقول السؤال ده جه ليه والسؤال ده صعب كده ليه، ولكننا نملك السيطرة على الإجابة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق ممكن يجي من مكان غير اللي انت مستني يجي منه، وممكن مكافأة ربنا ليك على أعمالك الصالحة تيجي في شكل غير اللي انت مستنيه. وكون على يقين ان اختيار الله أفضل من اختيارك، لأن ربنا حكيم في أفعاله. وبص في كل جوانب حياتك، يمكن تلاقي ان رزق ربنا جالك ومكافئته على اعمالك الصالحة وصلت، بس انت ما كنتش شايف كويس. قول لي بقى، انا عايزك بقى ايه تكلمني عن نفسك. انت مين يا عم؟ انا في الاول بس حابب اشكرك على الكلام الجميل ده، يعني ربنا ايه كرمك زي ما اكرمتني بكلامك الحلو ده. تستحق. الله يكرمك. انا اسمي محمود يوسف، خريج اعلام. انا اصلا شغال مخرج، ده شغلي الاساسي اللي انا باكل منه عيش. بجانب الاخراج اشتغلت بقى فيديو بروديوسر وكتابه وحاجات كده، ف طبقا مجال دراستي والخبره اللي انا جمعتها من شغلي في كل مراحل الانتاج، فقررت ان انا اعمل لنفسي محتوى. الموضوع ابتدى خالص صدفه، يعني كنت في الاول بعملها ساوند، يعني صوت بس من غير فيديو. بعدين بقى ربنا كرمنا بقى معنا فلوس، فجبنا كاميرات وعدسات بقى وحاجات اضاءه. الموضوع بسيط، انا بقعد في اوضتي اجيب كتاب 2-3 اقراهم، وبطلع بتساؤل. التساؤل ده بيكون تساؤل شخصي، يعني انا كل فيديو بنزله بقول في بدايته تساؤل، التساؤل ده بيكون بدايته من عندي انا، وبدور على الاجابه وبشاركها مع الناس بس. لا بس انت لما قدمت محتوى زي ده وكلمني كده بصراحة، انت كنت عايز ايه من المحتوى؟ هدفك ايه؟ يعني انت عايز المحتوى ده يشهرك، يجيب لك بقى فانس بقى ومعجبين ومتابعين وتبقى مشهور وتوصل للناس زي طبيعة جيلك واللي قبله؟ يعني جيلك بيبقى مهموم بفكرة الشهرة، يعني نفسه قوي في الشهرة، وقصة الترند دي عارف ليه عامل له فتنة، اللي هو ممكن يعمل اي حاجه، يعمل اي حاجه في الفرح لو هو بيتجوز، يعمل اي حاجه هو بيتخرج في الجامعه، بينتهز اي فرصه عشان يلفت النظر ويتعرف. وبدا انه ده هوس كده يمكن ميز الاجيال دي. انت هدفك كان ايه من تقديم المحتوى ده؟ طيب مفيش حد ما بيحبش الشهره، عشان بس يعني ابقى انسان صادق، مفيش حد مش مبسوط ان يبقى ليه شهره وليه متابعين وناس بتحبه وناس بتحترمه. والشهرة اللي جابتني قعدتني في المكان ده، الشهرة حلوة.
بس لو الهدف كان الشهرة أظن أن أنا كنت هبعد عن المحتوى ده خالص. في حاجات أسهل بكتير وطرق أقصر بكتير للشهرة من المحتوى ده. مش ده المحتوى اللي بيشهر بسرعة. هي الفكرة باختصار أن أنا يعني أنا بصلي من زمان، بصوم من زمان، بس أنا دايما بقول أن أنا علاقتي بربنا ابتدت من برنامج سحر الدنيا بتاع مصطفى حسني. فابتديت أدرك ان الفيديوهات ممكن فعلا تغير علاقة انسان بربنا، مش مجرد فيديو هتشوفه نص ساعة لما الأذان يأذن عشان تفطر في رمضان. ومن هنا خدت القرار. انا راجل زي ما قلت ان انا في الاساس مخرج وسيناريست، فقلت انا مستقبلي هيبقى شكله كذا، شخصيتي عايزة تبقى كذا. فابتديت ارسم كاركتر وقلت اكتر حاجة هتشجعني ان اقرأ، اكتر حاجة هتشجعني ان اتعمق في الدين، اكتر حاجة ان هتشجعني على تحسين اخلاقي وتحسين طريقه كلامي وتحسين تعاملي مع الناس ان ارسم الكاركتر ده واطلعه للناس وامشي وراه. فكانت رساله الحب هي النموذج اللي انا نفسي ابقى الشخص ده. يعني اكيد كان في حاجات كتير مش عاجباني في شخصيتي، فقلت لا، انت عشان انت دلوقتي مثلا انسان ما عندكش قدر من العلم، طب انا عايز يبقى عندي قدر من العلم، يبقى اعمل برنامج يجبرني ان انا اقرا ويجبرني ان انا اسال ويجبرني ان انا اتعلم على ايدي المشايخ. عايز احسن من اخلاقي، فلما انا اعمل برنامج بتكلم فيه في الدين انا بجبر نفسي ان اخلاقي تتحسن، بجبر نفسي على الصبر، بجبر نفسي على طول البال، لان دي اول سمات العلم ان هو بيزكي النفس. فهو كان فكره ان انا بس برسم لنفسي الشخصيه انا عايز ابقى الشخصيه دي، فده كان الهدف من البرنامج من البدايه. بس انت ما بتحسش انه زي ما المحتوى ده بيفرض عليك انك تبقى على طريق مستقيم، انت نفسك ممكن تتكسف انك تعصي مثلا، بس في نفس الوقت الانتشار، المعجبين، كلمات المدح والثناء بتأثرش في نفسك؟ مش ممكن تغيرك، تحسسك انك كأنك بتبعد، روحك بتبعد عن الله؟ هو ده حصل صراحة. انا بدأت انزل فيديوهات من رمضان اللي فات او قبل رمضان بحاجة بسيطة يعني، وما كانش في حد بيشوفها. هي فجأة الفيديوهات انتشرت في رمضان مرة واحدة كده، وأنا ساعتها أخدت قرار مع نفسي أنا مش هقرأ أي تعليقات أو رسائل بتجيلي. أنا حتى يعني أنا الرجل اللي مسؤول عن السوشيال ميديا، صاحبي اسمه علي هو اللي ماسك لي السوشيال ميديا، قال لي يا ابني لازم ترد والتفاعل والناس بتسأل. قلت له مش هي، لما يجي سؤال اكتبه وبعته لي، إنما أنا هقرأ الناس بتشكر فيا بطريقة مبالغ فيها لسبب. الناس ما بتحبنيش، الناس بتحب الكلام اللي انا بقوله، الناس شايفاني مؤدب وهادي ومثقف في 3 دقايق. على فكره الثلاث دقايق دول انا ممكن اقعد شهر بحضر له، فانا مش بالثقافه دي ولا بالعلم ده، لا ده نتاج مجهود شهر. انت لو فتحت معايا موضوع واثنين وثلاثه على الحقيقه ممكن ما اعرفش ارد، ممكن تسالني 10 اسئله 9 منهم اقول لك ما اعرفش. فانا حسيت ان الشكر الزياده او الانبهار اللي عند الناس ده هيخليني اشوف صوره كاذبه عن نفسي، فخدت القرار انا ما بقراش تعليقات، ما بقراش رسائل في حد مسؤول عن الموضوع ده بيجيب لي التساؤلات بتاعه الناس بس، عشان ابعد عن النقطه اللي حضرتك قلتها دي. بس بغض النظر عن الالقاء الجميل، السكريبت المحكم، طريقتك في السرد الجميله، بس في حاله احساس رائع، يعني كانك انت حابب اللي انت بتقوله قوي، انت حاسس بيه وعشان كده الناس برضو حاسه بيه. يعني بغض النظر عن انت بتقعد شهر تكتب، بغض النظر عن انت مش مثقف، يعني ممكن يكون ده تواضع منك، بس انا بتكلم على الظاهر، المنتج اللي انا بشايفه ان هو منتج طالع باحساس عالي، حد مش بس مصدق، لا ده بيقول كلام عميق لامس اعماق، عمق روحاني في اللي هو وده مش، ما اقدرش اقول ان هو بس مجرد استفاده من المشايخ، من الناس الرموز الدعويه اللي انت بتتابعهم، لا ده لازم يكون احساسك انت الداخلي. فانت فعلا عندك ده، شيء بتحس بده، ولا هو مجرد سكريبت وانت عندك قدره على التمثيل يعني فالناس طيب مفيش اي سكريبت من دول كتبتهم غيره بيعبر عن موقف من حياتي. يعني انا اول حلقه نزلتها على التيك توك كانت عن فراق الاحباب،
لما شخص عزيز عليك بيموت انت ممكن ما تقدرش تتكبر يعني تتقبل قدر الله ده. انا كتبت السكريبت ده وانا في ثلاثة عزاز على قلبي جدا ماتوا ورا بعض، يعني خالي وخالتي وشخص عزيز عليا الثلاثة ماتوا ورا بعض، وكنت يعني متأثر جدا بفراقه، فكتبت الحلقة دي. بعدها الحلقة بتاعت الخوف من المستقبل، يعني انا شاءت الاقدار ان انا اول ما نزلت حلقات والدي تعب أصيب بمرض يعني خطير، تمام، وكان كل كلام الدكاترة محبط بالنسبة لي، فطلعت بحلقة ليه أقدار الله غير منطقي. يعني ليه أول ما ابتديت أعمل الحاجة اللي أنا بحبها وحسيت الدنيا هتزهزم معايا جه حاجة مرض خد كل الفلوس اللي أنا حوشتها من شغلي، خد كل وقتي، لأن أنا بدأت وقعدت 40 يوم ما بنزلش بعد ما الحلقة كانت نزلت والفيديوهات نزلت، وقعدت 40 يوم ما بنزلش لأن أنا والدي كان بيروح بقى ياخد بقى جلسات إشعاع وجرعات. ففجأة طب وايه الحكمه من اللي بيحصل ده؟ معرفش. فالسؤال كان جوايا ليه بيعدي عليك لحظات في حياتك بتشوف اقدار الله غير منطقيه؟ فكتبت الحلقه. جه بعدها طبعا موضوع التعويم، غلاء الاسعار، انا بشتري ادويه ممكن اشتري ادويه تتجاوز 20,000 جنيه في الشهر، فده يعني لود كبير قوي عليا، مصاريف المستشفيات، طبعا سبت شغلي، فبقى عندي خوف من المستقبل، خوف من الغلاء، فده احساس شخصي. فقمت جاي كاتب الحلقة، كل حلقة أنا ممكن أقعد كده لحد الصبح، أي حلقة كتبتها وراها موقف شخصي أنا عشته وتساؤل أنا تساءلته بيني وبين نفسي وطلعت قلته على الناس. لما وصلت للإجابة يا جماعة ده كان التساؤل ودي كانت الإجابة، عشان أي حد دخل الطريق ده أنا بقول لك آخره إيه، أو أنا بأثر عليك أو بقول لك لو أنت حاسس إن الشعور ده أو الأزمة دي عاملة حاجز بينك وبين ربنا أنا عشت اللحظة دي قبلك وبقول لك الإجابة كذا 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 وأوفر عليك الطريق. يعني أنت محمود جالك حالة خوف من المستقبل، انت فعلا حسيت ان انت بتفقد السيطرة على الامور؟ ده حقيقة. يعني اي حاجة اي انسان مننا بالذات في العشرينات بيبقى حاطط خطة لحياته، الحقيقة ان يعني انت كل ما تحط خطة بعد اقدار الله هتيجي تغير لك الخطة دي، وده جزء من سنة ربنا في الكون اسمها سنة التدافع، ان ربنا عايز ينقلك، يعني استغفر الله، يعني الله يريد، عايز دي في حقنا احنا، الله يريد انه ينقلك من النقطه دي للنقطه دي فبالتدافع. فانت ما تبقاش شايف، انت اللي شايفه ايه؟ ان اقدار الله عطلتك، انت مش شايف ان اقدار الله بتقول لك لا سيب الطريق ده وروح للطريق ده، لا انت ما بتبقاش شايف ده، في ساعه الازمه بتبقى شايف ان اقدار الله عطلتك. انت زي ما قلت لحضرتك انا في البدايه اول ما ابتديت اشم نفسي في الشغل واحقق شويه نجاحات وامسك شويه فلوس واقدر اخلق وقت ان اعمل فيديوهات وبتاع، فجاه والدي تعب، كل الفلوس اللي حوشتها اتصرفت في شهر كلها، والدي حالته خطيره، ما عادش عندي صفاء الذهن ان انا اكتب واصور ومفيش وقت، وسبت شغلي اللي انا كنت حققت فيه نجاحات لان عايز اودي والدي المستشفى، اجيب والدي المستشفى. ففجاه تحس ان ايه ده، انا كل الامور خرجت عن سيطرتي مره واحده كده، الدولار عمال يغلى، الاسعار عماله تغلى، وانا مش بطلع لقدام انا برجع لورا، في الوقت اللي الناس عايزه تكبر فيه الدخل الشهري بتاعها وبيشتغل شغلانه واتنين انا بسيب شغلي، في الوقت اللي الناس بتحوش انا بصرف اللي حوشته. ففجاه حسيت ان الامور ايه ده، طلعت عن سيطرتي. حسيت ده ابتلاء يعني فتنه وابتلاء؟ كان في احد اساتذتي في يعني احد المشايخ اللي انا بتعلم على ايدهم جه زار والدي لما تعب، شيخ اسمه الشيخ ياسر، هو جارنا وراجل في الازهر وراجل جميل، وكنا بنعتكف سوا في رمضان، وكنت بتعلم دايما ارجع له لما بكتب حاجه في سكريبت وشاكك فيها ارجع له. فقال لي ايه جميله قوي، قال لي حسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. مش انت طالع تقول للناس انا امنت، خد حته فتنه بقى كده اما تشوف انت مامن بجد ولا طالع تهجس على الناس. ومن هنا اصلا جت، انا حتى ذكرت الايه دي في الحلقه، من هنا جت الفكره. طبيعي، طب ما انا عامل برنامج ديني وطلع اقول للناس يا جماعه امنوا يا جماعه اصبروا، من اول ابتلاء اجيب ورا؟ ما ينفعش. فطلعت بقى فكره الحلقه دي ان انت كل ما هتاخد خطوه في حياتك اقدار الله مش هتمشي على مزاجك، واقدار الله انا قلتها كده بالنص، في اوقات كتير هتكون غير منطقيه بالنسبه لك، انت مش قادر تفهم ليه حصل كده، بس جزء من ايمانك ان انت تسلم لحكمه الله حتى لو انت مش شايفه. دي النقطه اللي هتشعرك بالسلام النفسي، ما ربنا بيدبر الامور، انا واجع دماغي ليه؟ ما امشي، قال لي زي ما تفتح امشي، ربنا بيدبر الامور. فهي دي النقطه، ده التساؤل اللي خلاني اعمل كده، وكل حلقه وراها تساؤل زي ده. قدرت تقاوم الحاله دي؟ تجاوزتها وقاومتها؟ والله وانا لسه في الازمه لحد دلوقتي، بس اكيد شعوري دلوقتي احسن من شعوري زمان بكتير. ساعات
بتخبط ساعات بقى، لا ساعات بقى ببقى خايف، بس لا مش زي خضتي في الاول. خضتي في الاول كانت كبيره، مرض ما كنتش احب اسمع اسمه، وانا مرتبط بوالدي جدا، انا ماليش اصحاب، ماليش اخوات ولاد، ماليش ولاد عم في سني كلهم كبار، فانا ما كانش ليا في الدنيا غير ابويا. يعني انا مرتبط بيه جدا، بنعمل كل حاجه مع بعض، حتى في التصوير كنت باجي اقعده على الكرسي واظبط عليه الاضاءه واظبط عليه الفوكس، حتى كان بيمثل معايا، عملنا فيلم انا وهو وتكرمنا والدنيا كانت حلوه. فانا مرتبط بوالدي جدا، فلما لقيته تعب كانت صدمه وحشه قوي بالنسبه لي، يمكن اسوء لحظه في حياتي هي اللحظه اللي انا رحت عملت له فيها الاشعه على المخ، يعني كانت اسوء لحظه في حياتي كلها. بس الحمد لله يعني خلاص، هو ربنا اراد كده، واكيد في حكمه حتى لو انا مش قادر اشوفها لحد دلوقتي. كل الناس بعد غلاء الاسعار وبعد عندها نفس الشعور اللي انت حكيته بالظبط، خوف من المستقبل، فكرة مش قادر، ناس مش عارفة بكرة هيحصل في ايه، خايفة، متشائمة. انت شايف انه الاحساس ده طبيعي وعادي ولا من عند الناس؟ يعني ناس افسدت فربنا بيعاقبها، شايف انه ان ربنا بيجازي الناس على قد ما هي عملت بما قدمت ايديكم، ولا شايف انه ده الطبيعي في الحياه بما ان احنا خلقنا في كبد؟ طيب، هو سؤال حضرتك في شقين، انا ابدا بالشق الاخير عشان ده اجابته سريعه وندخل في الشق الاول. الشق الاخير بتاعت هل اللي بيحصل ده غضب من ربنا، ده عقاب ولا لا؟ احنا لا نحيط بالله علم، احنا ما نعرفش اللي احنا فيه ده ابتلاء اختبار لان احنا ناس مؤمنين والمؤمن مبتلى، ولا ما نعرفش ده غضب من ربنا لان احنا ناس افسدنا في الارض، ما نعرفش، احنا لا نحيط بالله علم. فاحنا بنسلم لاقدار الله، لان احنا مفيش بيننا رسول يقول لنا يا جماعه على فكره ده غضب ده عقاب، او يا جماعه لا ده ابتلاء اصبروا، الرسول مات، مفيش ما بين الرسول يقول لنا. فلذلك احنا لا نحيط بالله علم. كورونا، تعويم، كل دي ازمات تملكش يد فيها، فانت لا تحيط بالله علما، بتسلم لاقدار الله. ده الشق الثاني. الشق الاول بتاع حاله الخوف اللي عند الناس، هو الخوف بسبب ايه؟ بص يا فندم، الشارع المظلم ما بيخوفش، الشارع اللي اخره ضلمه هو اللي بيخوف. انا لو في شارع مظلم وشاف اخره نور، انا خلاص انا عارف ان اخر الشارع ده نور، اخر الشارع ده مخرج، فانا ماشي مطمن. حتى لو انا حاليا في اللحظه اللي انا فيها دي في الضلم، حتى لو انا عندي ازمات، عندي ضغوطات، بس انا شايف الامل في اخر الطريق ده، هبقى مطمن. انما ان انا ماشي ومش عارف انا رايح فين، ده اللي مخلي عند الناس حاله من القلق، وده قلق طبيعي ومنطقي، والقلق ده هيترتب عليه حاجات كتير. يعني فطبيعه سيكولوجيه الانسان ان هو لما بيقلق، ممكن انسان يبقى عدواني، يقلق فيبقى عدواني، عايز ينهب وعايز يفتري وعايز يرزل على الخلق. ممكن انسان يقلق فيبقى يعني متوتر، يقف مكانه ومش قادر يكمل الطريق. فكل ده طبيعي. ليه؟ لان احنا مش عارفين اخر اللي احنا فيه ايه. فيبقى الحل الوحيد عشان تخرج من الدايره دي وما تتجرش لحته ان انت تبقى انسان عدواني او تبقى انسان مصاب بالقلق يعجزك، الحل الوحيد انك تامن. انا مش شايف، بس ربنا عالم بالغيب. انا مش شايف اخر الطريق ايه، بس ربنا معايا في اول الطريق، ومعايا في نص الطريق، ومعايا في اخر الطريق. انا شايل الهم ليه؟ هل انا عند نقطه معينه ربنا يسيبني؟ مش هيحصل، انا كده كده ربنا معايا حتى لو انا مش شايف النهايه. في صديق ليا لسه قريب من كام يوم يعني، فهو بيقول لي انا قلق جدا على عيالي، وعايز يعني الحق اسيب لهم فلوس واسيب لهم حاجه وامن لهم مستقبلهم، لان انا لا اشعر بامان في المستقبل، وما اعرفش بعد ما اموت يعني ايه اللي ممكن يحصل له. فانا قلت له يعني ربنا يعني هو اللي رعاك وبرعاهم في هذه اللحظه، فاكيد هيرعاهم برضو في المستقبل حتى لو مت. فقال لي بص، هو معلش يعني كل حاجة بقوانين وأسباب، ما تقوليش ربنا هيرعاهم أو مش هيرعاهم. الناس اللي عايشة في غزة
والأطفال اللي قتلت والنساء اللي قتلت والمجاعة اللي موجودة هناك. ما ربنا ما رعاهمش ليه؟ دي قوانين الحياة وقوانين الدنيا. فما تقوليش والنبي مواعظ وحكم، وانا في الاول وفي الاخر واحد زائد واحد بيساوي اتنين، وده الحياه الماديه اللي قدامي. هو راجل مؤمن، هو راجل مش ملحد يعني ولا حاجه، بس هو شايف كده الدنيا اسباب وقواعد قدام عينيه ثابته، وهو شايف انه في ناس تعذب في الارض وناس تنعم برضو في الارض، ما ده كله باسباب. حتى انه الناس يعني الأشرار، وممكن يبقى العكس، ده الأشرار دول معاهم طيارات ومعاهم ثروات مليارات ومعاهم كل النعيم، والطيبين مسحولين في الحياة يعني. برضو ليها شقين، تأثيرات حضرتك جميلة بصراحة، يعني السؤال بقى فيه أكتر من شق. فكرة القلق والأسباب، يعني هل إحنا نخليها على الله كده وما نفكرش في الأسباب ولا لا؟ هسألك سؤال بسيط، لما ربنا أمر سيدنا موسى وأخوه سيدنا هارون يروحوا لفرعون، قالوا له إيه؟ قالوا له إحنا خايفين، ربنا العلو روح أو مش راح من نفسه، فمنطقي أخاف من إيه؟ ما أنا ربنا معايا. فربنا قال له إيه؟ إني معكما أسمع وأرى. هل سيدنا موسى ما كانش يعرف إن ربنا معاه؟ لا، كان أكيد كان عارف، ده رسول. بس هنا بقى يجي إيه؟ الفرق ما بين المعرفة والاستحضار. أنا ممكن أكون راجل مؤمن إن ربنا الشافي، بس في مرحلة معينة من المرض كده تغيب عني المعلومة في وسط زحمة الحياة فيأس. أنا لو فاكر إن ربنا الشافي ومستحضرها في قلب عمري ما هيأس مهما الدكاترة قالوا لي، لحد ما يجي حد يقول كلمة قدامك، تسمع آية قدامك، فتفتكر إن ربنا الشافي فتستحضر المعنى ده في قلبك، فيعود ليك الأمل من جديد وتكمل. وهكذا الحياة، إحنا نعرف معاني كتير قوي عن ربنا، بس مع ضغوطات الحياة المعاني دي بتروح مننا، فبنبقى بس عايزين إيه؟ رسالة بقى حب من اللي احنا بنعملهم دي تفكرك ان ربنا كريم وان ربنا رحيم وان ربنا لطيف وان ربنا خبير. عشان كده دايما يقولك ايه، انت قبل ما تذنب، احنا عارفين ان ربنا غفور رحيم وعارفين ان ربنا شديد العقاب، صح؟ عارفين المعلومتين. قبل ما تذنب فكر نفسك ان ربنا شديد العقاب، فتستحضر عقاب ربنا في قلبك فتخاف من الذنب. يبقى اذا المعرفة شيء والاستحضار شيء. بعد ما تذنب لا، استحضر ان ربنا غفور رحيم عشان تقدر تتصالح مع نفسك وتكمل حياتك، ما تكملش بيت حياتك خايف. فالمعرفة شيء والاستحضار شيء. فصديق حضرتك راجل مؤمن لا خلاف على كده ان شاء الله، ولكن الفكرة انه هو يعرف معاني كتير قوي عن ربنا محتاج يستحضرها. دي جزئية. الجزئية التانية بتاعت طب ما اهل غزة والغلابة بيتداس عليهم والظلمة بتمهد ليهم الدنيا، ده تأثير بيسموه تأثير الكارما. في معتقد في الشرائع الاخرى إن الحياة تكافئ الطيب وتعاقب الشرير، وده مش حقيقة. وللأسف المعتقد ده عند كتير من المسلمين، يقول لك يا عم ما... لا يا عم الظالم ربنا هيرد لنا حقه منه في الدنيا، ما بتحصلش. في ظلمة بيعيشوا في النعيم لحد ما بيموتوا، أنت مش لازم تشوف انتقام ربنا من الظالم في الدنيا. بس لازم تبقى على يقين إن الدنيا أصلاً مش دار حساب، الحساب في الآخرة. الدنيا مش دار حساب. فأه في ظلم في الدنيا، في ظلمة بتمهد ليهم الدنيا، وفي أبرياء الحياة بتدوس عليهم بالمعنى الحرفي، يعني ناس بق المية والرغيف الحاف والحتة الضلة حلم بالنسبة لهم، حلم. وفي ناس بالنسبة لهم طيارات ورفاهية، مع ان دول ممكن يكونوا مؤمنين ودول ناس ظلمة وفسد، بس في ناس ابتلاءها في الدنيا الصبر، وفي ناس ابتلاءها في الدنيا العطاء. هي دي الدنيا، دار ابتلاء. انت ممكن يكون ابتلاء حضرتك ان انت تاخد نعم كتير قوي، وتيجي يوم القيامة تقف قدام ربنا وتتسأل عملت ايه بالنعم دي، فيبقى ده اختبارك. هل اختباري زي اختبارك؟ انا ممكن يكون اختباري في الدنيا ان اتحرم من حاجات كتير قوي، واجي يوم القيامة تسأل صبرت، خش الجنة من غير حساب. يبقى اذا كل انسان ليه اختباره، وما فيش اي حد قال لنا ان الدنيا عادلة، لا الحياة غير عادلة، بس ربنا ما بيظلمش حد. هي دي يعني خلاصة الموضوع. انت واضح انك يعني الفقد كان مؤثر عليك. قول لي، هو ليه هي فعلا الناس الطيبين اللي بتموت بدري، يعني بتتخطف، يعني زي ما بيقولوا دايما، احنا بنلاحظ انه اصدقاء الطيبين اللي بيموتوا، اللي بيموت صغير ممكن يكون هم الناس الطيبين الاصلح، يعني بنشوف ان هم الأصلح في حياتنا.
ولا احنا بنحس بده عشان هم ماتوا؟ يعني هل فعلا في ظاهرة كده خطف الطيبين والصالحين، يعني موتهم بدري بتخطفوا من وسطنا، ولا احنا بس عشان هم بيموتوا فاحنا بنحس الاحساس ده؟ لو هنرجع للنصوص الدينية، يعني خلينا نقسم نصوص دينية وواقع. لو هنرجع للنصوص الدينية، فاحنا عندنا في النصوص الدينية ان البر بيطيل العمر وصلة الرحم بتطيل العمر، فالناس الطيبين بعرفنا المفروض يبقى عمرهم طويل، سي احد اسباب طول العمر طبعا، انما في النهاية الاعمار مكتوبة. في الواقع الطيبين بيموتوا والاشرار بيموتوا، والطيبين بيمرضوا والاشرار بيمرضوا، ولكن اللي بيحصل ايه؟ حاجة كده انتقائية، انت ذاكرتك بتنتقد الطيبين لان انت مركز معاهم. الطيب لما بيروح بيسيب فراغ في حياتك. في شخص لو مات يعني استراحت منه الأمة، اصلا مش هناخد بالنا، يعني فاهم، مش هنزعل عليه فمش هناخد بالنا. انما الطيبين لما بيسيبوا فراغ بنتأثر، فبتحس ان الطيبين بيروح، مع ان الاشرار بيروحوا برضه، بس انت مش مركز معاهم، انت مركز مع الناس اللي بتحبهم بس، فلذلك بيبقى الشعور مؤلم شوية. في ناس بتبقى عايزة تنطلق في الحياة وعايزة تتمتع بها، هو ما بيبقاش منكر لوجود الله، هو ممكن يبقى عنده شك، هو عنده شك في الله وما عندوش يقين بالآخرة، فيقول لك طيب أنا بدل ما أنا بقى يعني ما استمتعش بدنيتي وابقى عيل مغفل، فانا استمتع بالحياه ماشي، وابعد الايه الدين ده، لانه الدين ده عارف اللي هو مقيد ودايما بيضغط على ضميرك، ولو رحت مثلا شربت خمر ولا مشيت مع ستات ولا عشرت ما اعرفش ايه، فتقعد بقى ايه ضميرك يأنبك والدين يقول لك وتسمع حاجه ولا لا 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 لا، تروح قافل القصه دي خالص. وممكن يلحد، يعني طالما انه الى الحد ده هيروق دماغه من المشاكل دي فانا مش عايز وجع دماغ. انت شايف ايه؟ وعلى فكره في بعض الناس تقول لك طيب لو الاله ده طلع موجود فهو ماشي، انا برضو ايه، انا لا قتلت ولا سرقت ولا أذيت الآخر، أنا استمتعت بس بحياتي، فأكيد الإله ده لو هو موجود وفي آخرة هو هيرحم بي، هيبقى رحيم بي، فأنا ليه أنا أعيش حياتي وبتاع. على فكرة أنا بقولك ده من واقع يعني ناس أنا عارفها وبيتكلموا معايا بالطريقة دي. طيب السؤال اللي حضرتك سألته ده تعمل فيه حلقة حقيقي، انت صرت كمية نقط وكلها مهمة، فانا مش هقدر اتجاوز عن اي نقطة فيه، انا امسكه النقطة نقطة بقى. اول نقطة فكرة ان الانسان يلحد عشان يهرب من يعني تقييد الدين دي، خلينا نسميها كده بمصطلحاته، هو شايف ان الدين هيأيده فخلاص بلها الدين خالص، وخصوصا انه ما عندوش يقين، والحتة دي هنجيلها بعدين. خلينا في النقطة دي، الانسان عادة لو عمل كده فهو انسان انت هربت من تقييد الدين. حلو، لما تشتغل الشغل هيأيدك، مواعيد وديدلاين هتعمل فيها ايه، الشغل هيأيد، مش هيخليك تتمتع بالحياة، تسيب الشغل، هتتجوز، شغل التزامات، خلاص بقى نعمل مساكنة ونجيب واحدة بقى صح، ما خلاص ما انا عايز اهرب من الالتزامات. طب ماشي، انت الدين بيقول لك، الدين بيقول لك اتقي الله في عملك، انت مش هتتقيد بالدين، هتروح لمدير هيخليك تتقي الله في عملك غصب عنك، هي الحياة كده. الدين بيقول لك يبقى عندك قوامة على بيتك، هتسيب الدين هتتجوز، اهل مراتك هيخلوك تقيم القوامة في بيتك، هتتجوز هم يصرفوا عليها، فكده كده اللي انت هتهرب منه في الدين ثلاث ارباع هتلاقيه في الحياة. انت ايه اللي عملته؟ سبت الصلاة والصوم صح؟ سبت الصلاة والصوم، بقيت الحاجات انت مجبر عليها اصلا، انت مجبر تعمل الناس حلو في الشارع، وده اللي الدين بيقول. هو الدين بيجبرك على ايه؟ الدين بيجبرك تبر امك وابوك، هل لو سبت الدين مش هتبرهم؟ بيجبرك تعمل زوجتك حلو، هل لو سبت الدين مش هتعملها حلو؟ بيجبرك تبقى شخص مسؤول عن اطفالك وترعاك، هل لو سبت الدين مش هترعاهم؟ الحاجات دي انت كده كده بتعملها، يعني بتعملها من غير دين،
ده هو الدين فضله عليك انه يعني بيديك اجر على حاجات هي في انها لمصلحتك، انت كده كده هتعملها حتى لو سبت الدين. انت حرمت نفسك من ايه؟ من الصلاه ومن الصوم. برافو، كسبت ايه بقى؟ يعني انت كسبتش حاجه، كده كده كل التعليم الدينيه هتلاقي نفسك بتعملها اوريدي غصب عنك في الحياه، غصب عنك هتلتزم في شغلك، وغصب عنك هتلتزم في بيتك، وغصب عنك هتلتزم في اهلك. ففكره ان انت تهرب من الحياه علشان تتمتع بيها، انت مش هتتمتع بيها، بل انت مش هتتمتع بالمسؤوليات. يعني انا كراجل متدين لما بعمل المسؤوليات دي انا متمتع، انا ببر امي وابويا وانا شايف اخر اللي انا بعمله ده ايه، انا بتحمل معاناه مرض ابويا مثلا وانا متمتع جدا لان انا شايف الاجر العظيم اللي متشال على صبره على المرض، والاجر العظيم اللي متشال على رعايته في الاخر، فانا مستمتع باللحظه السيئه. لو حضرتك سايب الدين هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتعمل نفس اللي انا بعمله بس مش هتبقى مستمتع بيه، اكيد مش هتسيب باباك، صح؟ فهي دي الفكره، ان انت هتعمل نفس الحاجه بلا معنى بلا هدف مش هتبقى مستمتع بيها، فانت افسدت على نفسك الحياه، ما تمتعتش بيها برضو. ده اول شق. نيجي بقى لتاني شق، فكره طب انا شاكك في ربنا فاسيبه. اللي بيشك على اللي بيشك في حاجه بيدور عليها، مش بيكبر دماغه ويختار الحل الاسهل، ده مش منطق خالص. انت حضرتك عندك شك؟ هل انت ملحد عشان تريح دماغك ومش عايز تصلي وتصوم، ولا هل انت فعلا عندك شكوك وعايز تدور على اجابتها؟ وصدقني انت لو عندك شكوك وعايز تدور على اجابتها فربنا مطلع على اللي في قلبك، ربنا يرى في قلبك اذا كنت انت عايز تخلع من العبادات زي ما احنا بنقول، ولا انت صادق في البحث. طب ما على فكره الاسئله اللي احنا بنطرحها في الفيديوهات غالبها اسئله تبدو الحاديه. لما انا في اخر فيديو قلت ليه ازاي ربنا عادل والعالم مليان ظلم، طب ما ده سؤال الحادي، المفروض مؤمن ان ربنا عادل، وازاي ربنا رحيم والعالم فيه قسوه وحروب وعنف واطفال بتتبهدل بس في فرق ما بين ان انت بتسال الاسئله دي علشان تتهرب، وان انت بتسال الاسئله دي علشان عايز لها اجابه. بس ساعات في ناس بتبعت لك انا حاجه قصص حصلت معاك، ده فعلا حقيقي؟ انت مره قلت انه في ست بعتت لك موقف ان هي كانت هي بتحب جوزها قوي وكانوا طيب احكي لك قصه وقول لي فعلا حاجات زي كده بتحصل لك، يعني فعلا قصه غريبه وعجيبه فعلا افلام فعلا ده حصل يعني في، وانت متاكد من شخصيه انا اللي بعت لك يعني متاكد دي قصه حقيقيه وده شخص حقيقي اللي بعت لك الموضوع؟ هقول لحضرتك حاجه، هي اللي بعتت لي القصه دي اصلا مش مصريه. هتقول لي ايه القصه عشان بس الناس تفهم؟ طيب هو اللي حصل، انا بيجي لي رسائل كتير جدا على التيك توك، انا عندي اكتر من 100 ألف على التيك توك، فانا بيجي لي رسائل كتير جدا، وانا قلت لحضرتك ان انا مقاطع فكره الايه التعليقات والرسائل اصلا عشان الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الفيديو. فهي جابت الانستجرام، من عندي الانستجرام فاضي فبتبعت لي، ومن هنا بقى جت الفكره ان انا لما حكيت القصه دي قلت ان انا جايبها من انستجرام، انستجرام اتملى قصص بقى خلاص، يعني اللي عايز يبعت لي حاجه وعارف ان انا كده كده ما بقراش الرسائل على التيك توك فبقى يبعت لي على انستجرام. انا اغلب اللي على انستجرام صحابي فكنت بدخل عادي. فده بالنسبه لفكره الناس بتبعت، هي الفكره جت من هنا. هل هم شخصيات حقيقيه؟ المفروض ان انا بتواصل معاهم، يعني الست دي مش حكيت لي القصه بس، احنا قعدنا 3 ايام بنتكلم. فلا هي اتاكدت انها شخصيه حقيقيه لان بعتت لي صور، هي كانت راحت لطبيبه نفسيه وكتبت تفاصيل كده كانت الناس في غنى عنها. القصه عباره عن ايه؟ هي قصه البنت كانت ببساطه، هي بنت في نهايه العشرينات اتجوزت من 4 سنين، زي ما قالت من نص بالظبط كده، انا اتجوزت عن قصه عشق يعني حب فظيع، كنا انا وزوجي منسجمين متفاهمين، مفيش ما بيننا خلال ال4 سنين دول اي شوائب. يعني كانوا عاملين بيت صيفي كده بيقضوا فيه اجازتهم، في يوم زوجها كان رايح البيت ده من غيرها لسبب او لاخر، عمل حادث وتوفى. طبعا يعني وفاته كانت صدمه شديده بالنسبه لها، بس لما راحت وكانت بتخلص اجراءات في اسم الشرطه اكتشفت انه كان معاه بنت تانيه في العربيه، واكتشفت انه كان تحت تاثير الخمور، ودي كانت صدمه بالنسبه لها لانها بتقول لي انا زوجي كان راجل على خلق وراجل دايما شجعني على الصلاه وعلى العباده، فكان في جانب ديني كبير. لحد هنا انا تمام. سؤالها اللي فاجئني لما قالت لي انا مسامحاه بس نفسي ربنا يسامحه، فانا انبهرت. الانسان لما بيحب بيسامح وبيرحم بالشكل ده، امال لما انت تبقى واحد من احباب ربنا بقى شكل رحمه ربنا عليك وعفو تبقى عامله ازاي؟ فحسيت ان القصه دي دعوه، يا جماعه بلاش عمرك يضيع غير لما تبقى واحد من احباب ربنا، وخصوصا ان احباب ربنا كتير. ربنا بيحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، انت لو فتحت القران هتلاقي ان الله يحب، ان الله يحب دي كتير جدا.
يعني. ففكرة ان انت تبقى واحد من احباب ربنا سهل قوي يعني، سهلة في المتناول. ممكن تبقى واحد من المحسنين معرفتش، ممكن تبقى واحد من المتقين معرفتش، ممكن تبقى واحد من التوابين. فحرام يضيع عمرك وانت ملكش مكان في صفوف احباب الله، هتحرم نفسك من عفو ورحمة كبيرة قوي. وفي نقطة حضرتك ذكرتها، معلش انا مش عايز اتجاوز عنها قبل ما ندخل السؤال الجاي. فكرة انت كنت قلت لي ان الانسان ممكن يبعد عن ربنا وكده كده ربنا غفور رحيم، صح؟ عشان انا السؤال ده جالي برضه. بص يا فندم، هو في سؤال، ازاي ربنا غفور رحيم وازاي ربنا هيعذب الناس بذنوبها؟ ببساطة شديدة، ربنا غفور رحيم، سأل حضرتك طلبت المغفرة والرحمة دي ولا ما طلبتهاش؟ ربنا قال توبوا، هل انت تبت؟ ما هو انت ربنا غفور رحيم بس انت ما طلبتش المغفرة والرحمة، فانت اللي حرمت نفسك. المغفرة والرحمة كانت قدامك وانت اللي اعرضت عنها، فما ينفعش تعرض عن الدين كله وتيجي تقول اصل ربنا غفور. ربنا غفور لمن طلب المغفرة والرحمة مش للي اعرض عن الدين بس. شوف، كان في دايما بعض الاصدقاء بيبقى مش قادر يفهم ازاي يعني انت تبقى راجل مؤمن وبتتكلم عن الدين وعن الخواطر وفي نفس الوقت شايف حاجات بتاعت غلط، يعني انت من وجهة نظره تفعل معاصي وفي نفس الوقت انت مؤمن. بيقول دايما الناس شايفة ان دي شيزوفرينيا، دي تناقض في الشخصية. يقول لك شخص مش منسجم مع نفسه، مش منسجم مع ذاته. القصة دي الحقيقة حتى بتتاخد على انه شيخ معين مثلا او داعية يقول لك انت وداعية وبتقوم الناس وبتدعي وتبكي، وانت في نفس ذات الوقت اكتشفنا انك باعت رسالة لواحدة يعني بتراودها عن نفسها، او انك بتعمل حاجات من بتاعت الدنيا بتاعت انت شخص بتحب الدنيا. يعني الجزء ده الحقيقة كتير من الناس مش فاهم. يعني قول لي ايه رأيك؟ طيب، النقطة اللي انت اتكلمت فيها دي نقطة بيترتب عليها كارثة كبيرة قوي. ليه؟ ايه بعض التنويريين، وان كنت انا كنتش حابب اتكلم في النقطة دي بس انا مضطر ادخلها دلوقتي. بعض التنويريين يجي يقول لك ايه، خالد بن الوليد قطع راس ملك بن نويرة علشان يتجوز مراته. طيب خلينا نمشي ورا قصة الصحة دي، يعني صحة القصة دي، عمل كده هيتحاسب ولا مش هيتحاسب؟ هل في حاجة في الدين بتقول ان المتدين لا يخطئ وان المتدين لما بيخطئ ما بيتحاسبش؟ ما عندناش حاجة بتقول كده، بالعكس احنا عندنا ربنا طول الوقت بيقول التوبة والمغفرة، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين باستمرار. يعني انت مش هتغلط مرة وخلاص. فطبيعة الحياة ان المتدينين بشر بيغلطوا عادي جدا. فكرة ان انت تقول ان المتدين لا يخطئ يبقى الصحابي لا يخطئ، فلما تشوف المتدين بيخطئ او الصحابي بيخطئ يجي حد يلعب في دماغك ويكررك في الدين تما، بتيجي بقى من النقطة اللي حضرتك قلتها دي، ان انت مش قادر تفصل ما بين ان المتدين ده بيجاهد نفسه علشان يلتزم بالدعوة اللي هو بيقولها لك. انا ممكن اكون بدعوك لشيء ونفسي تضعف، انا نفسي ما اعملوش، هل ده يمنع ان انا بدعوك لحاجة صح؟ لا، ولكن احنا بشر وبنضعف. فلو ربطت ان المتدينين ما بيغلطوش، لما تشوف اخطاء الصحابة واخطائهم كتير، في صحابة شاركوا في حادث الافك، في صحابة شاركوا في الفتنة اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، واكيد في طرف غلطان، اكيد الطرفين ما كانوش صح. على مدار التاريخ في صحابة اقيم عليهم حد الخمر، صح؟ ففي صحابة اخطأوا وارتكبوا كبائر، يعني مش ارتكبوا ذنوب صغيرة. فلو انت هتقيس على المتدينين ان المتدين ما بيغلطش والصحابة ما بيغلطوش، فانت بتفتح باب كبير قوي للشيطان هيشككك في الدين نفسه. افصل ما بين الدين وما بين افعال المتدينين، المتدينين بشر بيغلطوا عادي، خد من كلامهم ومالكش دعوه بافعالهم. خد الكلام اللي هم بيقولوا لما يدعوك لشيء استجيب لدعوته، طبقه على قد ما تقدر، وما تشغلش بالك هو بيعمل ايه في حياته، هو اكيد انسان وبيغلط. ما هو في النهايه بشر زيه زيك، عنده شهوه، عنده غريزه، وعنده نفس بتغلبه. فلو سمحت لنفسك ان انت تقول لا انت متدين ما ينفعش تغلط،
انت بتفتح باب مش هنعرف نقفله. نقعد بقى نسرد اخطاء المتدينين على مدار التاريخ ونقعد نشكك في الدين من بابه. لا يا فندم، متدينين بيغلطوا عادي. تعرف ان دي من الحاجات مثلا اللي كانت كادت انها تخليني ما اكتبش مثلا خاطره دينيه على الفيسبوك. كادت في ليه؟ انت انسان خطاء، فلما تيجي في ذات لحظه كده تكتب شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، حسيت بمعنى ايه جميل، قيمه معينه دينيه انت عايز تكتبها، فممكن تتاخد عليك. ايه يا عم الواعظ، ايه يا عم الكذا، طب ما انت بقول لك ايه، انت تنسى نفسك ولا ايه، ما انت بخربها وانت بتعمل وانت بتسوي الكلام ده. فتلاقي نفسك بتبعد انك تكتب حاجه فيها يعني معاني من معاني التقوى، او فيها معنى الخشيه من الله سبحانه وتعالى. بانه بالمناسبه كان في حد من اصدقائي يعني بيتكلم على الكتابه على الفيس، وقال ما هو الفيس ده عمل زي السجل بالظبط، اللي هو انا ما هو انا بكتب كاني بكتب في سجلي، وانه هو هيبقى له دور كبير يعني في الحياه الاخره، انه هتيجي لي برضو حاجه كتبتها لله، حد اتاثر بيها، حد عمل بيها. لكن الحقيقه الناس احيانا وقله الفهم احيانا انه ممكن يصدوك عن ان انت ممكن تعمل شيء طيب بسبب انك تتهم او تهاجم. من أجمل الأناشيد اللي غناها النقشبندي كانت إلهي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. مين اللي كتب دي؟ نفس الإنسان اللي كتب دع المساجد وطوف بنا حول خمار ليسقينا ما قال ربك ويل للسكارى بل قال ويل للمصلين. الإنسان اللي عمل ده هو الإنسان اللي عمل ده. لو أنت قريت القصيدة الأولى يعني كلها دعوة للمعصية، هل كنت تتخيل أن الإنسان ده عنده هذا القدر من الإيمان جوه قلبه؟ ما ظنش، صح؟ فالجزئية دي كل إنسان جوه في نفسه صراع ما بين الطاعة والمعصية، صراع ما بين الإيمان والفسق، يعني دي طبيعة الحياة. وإلا ما كانش بقى في جنة ونار. ما هو أنت بتروح الجنة ليه؟ لأنك قاومت الرغبة في الفسق اللي جواك وأكبرت نفسك على الطاعة، لأن الأصل في الطاعة أنك بتجبر نفسك عليها، والأصل في المعصية أنك بتقاومها، هو ده حياة الإنسان. فكلنا أصحاب معاصي. فلو قلنا أن يا جماعة أنت بتعصي ما تتكلمش في الدين، محدش مننا هيعتب المساجد، محدش مننا هيقول الله أكبر ونزداد سوءا. طب ما تسيبني أقول كلمة، يمكن الكلمة دي تكون بابي للرجوع إلى الله في يوم من الأيام. يمكن لما أقولها بعد سنة بعد اتنين كده لما تجيلي في البوستات القديمة وأشوفها أرجع عن حاجة غلط كنت ناوي أعملها. فالحقيقة يعني هي فكرة خوف مجتمعي، بس إنما هي فكرة مغلوطة. تعرف إنه في الدين الإسلامي وبالذات في مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة كان بيفرق أو ما بيخلطش بين ارتكاب المعصية حتى لو كبيرة وبين الإيمان. فكونك مؤمن وارتكبت كبيرة فهذا لا يجرح إيمانك، أنت مؤمن في النهاية. فأنت لو ارتكبت كبيرة تعاقب على ارتكاب الكبيرة حتى لو كان قتل على فكرة. يعني القتل لا يخرج من الدين عادي، أنت حتى لو قتلت تاخد جزائك وتظل مؤمن. وفي قصة السيدة اللي هي زانت وقال النبي عنها انها تابت توبه لما بعض الصحابه اشمئزوا منها يعني من، فقال انها تابت توبه لو قسمت على اهل الارض جميعا لكفيتهم. ده بيقول لك قد ايه هي ست عظيمه، يعني مقدرها ومكانتها ودرجتها عند الله كبيره. والغريبه جدا بقى انه اللي كفر بسبب ارتكاب الكبائر كانوا الخوارج. يعني في الفكر الخارجي او مبادئ الخوارج قالوا ان مرتكب الكبيره ايه؟ كافر. المعتزله قالوا ان مرتكب الكبيره في منزله بين المنزلتين، يعني ما هوش كافر ما هوش مؤمن، يعني هو في حته كده بين الاثنين. وان اهل السنه ما كفروش اصلا مرتكب الكبيره اساسا، واعتبروا ان الايمان. ودي قصه الحقيقه يعني مش ناس كتيرة مش مستوعباها، مش مستوعبينها. يعني انا افتكر كان قصة في قصة محمود حصلت
لما بدأوا يطالبوا لما جت داعش دي ظهرت وفترة من فترات كانت ليها بقى وارتكبت جرائم وأشياء من هذا القبيل، فطالبوا الأزهر بأن هو كفر داعش، وده كان قصة يعني عجيبة عجيبة من عجيب يعني، وكانوا في غضب يعني غضب من الأزهر أنه ما كفرش داعش، فالأزهر رفض يكفر داعش لسببين. أولاً أنه داعش ما هماش كفار، وإن كانوا تحسبهم زي ما تحسبهم خوارج، طب هم أصلاً الخوارج ما كانوش كفار، يعني لم يحكم أحد بكفر الخوارج، قتلهم بس ما بس فكرة التكفير دي فكرة ما هيش في الدين أصلاً. فإنت لما الأزهر يكفر شخص هو في الآخر بيقول لا إله إلا الله، حتى لو كان مجرم بالمناسبة ما يكفروش، هو ما أنت التكفير ده له أحكام مختلفة. كمان إنك ما يبقاش مثلاً داعش بتكفر وبعدين إنت الأزهر ده يبقى بكفراتي زي ما داعش مكفرات يعني. فده من الحاجات اللي هي الناس ما يعني مش مستوعباها، وده بيرجعنا لقصة السيدة اللي حكيتها لك، إنك حتى لو كنت حتى لو كان هذا الرجل ده مش ثابت ارتكب وقعة الزنا، حتى لو كان ارتكب وقعة الزنا، هو طبعا وارد جدا يكون أول مرة وكان ناوي بس ما حصلش، بس هل ارتكاب الوقعة حتى الوقعة نفسها تخرجه من 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 الإيمان أصلا؟ ما هو مسلم، ما هو مسلم عادي جدا، ممكن يكون واقع ضعف في لحظة من اللحظات واحنا ما نعرفش حاله مع ربنا ايه، ممكن يكون هو فعلا كان مؤمن وفعلا كان صادق مع نفسه وما هوش يعني منافق ولا شيء. ليك تعليق؟ برضو النقطة اللي حضرتك قلتها دي برضو من النقط اللي فهمها الغلط بيرتب، يعني في حاجات كده لما تفهمها غلط يترتب عليها مصايب على طول، يعني في حاجات فهمها الخاطئ وتبني على الفهم الخاطئ ده يحصل كوارث. زي ايه يا فندم؟ هو يعني ايه كفر اصلا؟ كفر في العقيدة، يعني برضو عشان الناس بتتكلم بدون علم، الكفر شيء في العقيدة ماشي، انما المعصية يعني احنا دايما في الفقه لما يجي لك حد ما بيصومش مثلا يقول لك اول سؤال اسأله له عشان بس نعرف الراجل ده عاصي ولا كافر، هو انت يا ابني مؤمن بالصيام ومكسل ولا انت اصلا مش مؤمن بالصيام؟ لو انت مش مؤمن بالصيام فانت عندك مشكلة عقائدية، فانت كده بقى دخلت في سكة تانية، لان انا انكرت شيء معلوم من الدين بالضرورة. انما انت مؤمن بس مكسل، ساعتها بقى انت راجل مسلم بس عاصي بترتكب معصية. فالكفر شيء ليه علاقة بالعقيدة. طيب ايه الكارثة اللي ممكن تترتب على فكرة الفهم الخاطئ دي؟ هي الناس ليه قالت للأزهر كفر داعش؟ لان الناس بتكره داعش صح؟ طيب هل اصلا عندنا في الدين يقول ان اي حد تكرهه تكفره؟ طب ما تيجي نعمل كده، تحصل بقى الخناقة بتاعت ايه؟ طب تكفر الاقباط ليه؟ دول شركاء وطن، ايه المشكلة؟ كفر شيء عقائدي، كفر يعني الانكار، انت بتنكر عقيدتي وانا بنكر عقيدتك، هل ده معناه اني بكرهك؟ هل ده معناه اني بحتقرك؟ هل ده معناه اني شايفك مجرم؟ هل ده معناه اني مستبيح دمك؟ خالص، انا كافر في عقيدتك وانت كافر في عقيدتي، وممكن اتجوز من عندك وممكن نتاجر معاك واشاركك في التجاره، ولو حرب قامت هيبقى ايدي في ايدك بندافع عن البلد دي وكل حاجه حلوه ما بين. انما الكفر شيء عقائدي، الكلمه تقيله على مسامعنا ليه؟ لاننا ربطناها بالكراهيه، الشخص ده مش كويس فالشخص ده كافر. لا يا فندم، ممكن يكون كافر وكويس عادي، ممكن يكون انسان محترم جدا ومؤدب جدا وعلى خلق جدا وبيتبع اخلاق دينه، ودينه فيه تعاليم حلوه جدا مجتمعيه وتخلي معاملته حلوه مع الناس، بس انا شايف ان عقيدته تختلف عن عقيدتي فانا كافر بالنسبه له وهو كافر بالنسبه لي. لذلك الفهم الخاطئ لتعريف الكفر ان اي حد اشوفه بيجرم اقول عليه كافر، هيخليني بعد كده لما اجي اقول على المسيحي كافر او حاجه الكلام يتفهم غلط يبقى تحقير. لا يا فندم، داعش بتجرم، مش علاقه بالكفر، بيعملوا ده اجرام، اسمه اجرام يحاسبوا عليه كمجرمين. انما كفر مش كفر ده شيء عقائدي ملهاش علاقه، ممكن يكونوا بيؤمنوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم متطرفين فيحاسبوا على تطرف. وعلى فكره كلمه مجرم اوحش من كلمه كافر، يعني انت بتعمل مجرم، يعني انت فاهم، انت يعني مش هتقتل الناس دي كلها تيجي تدخل الجنه في الاخر. في ناس محمود بتبقى شايفه انها لما تبقى ربنا موسع عليها ومديها بقى فلوس اموال وثروات طائلة
ومدها صحة ومديها، فهو كده راضي عنها كده زي الفل، هي ماشية كويس. لانه هو لو والله ربنا لو غضبان عليا مش هديني كل، مش هيفتح عليا كل هذا الفتح، وابقى شايف انه الناس الفقراء اللي معهاش فلوس دي ناس بائسة حظها وحش من الحياة، وربما تكون يعني مش ربنا مش راضي عليها يعني. حتى في يعني انت من الشرقية وانا من الشرقية، عندنا في بلادنا كده بيعتبروا انه فلان ربنا كرمه كرمه دي يعني ربنا بارك له طبعا وكرمه وربنا موسع عليه. ليه؟ لانه هو خلاص عنده بقى شركة كبيرة، عنده فتح معرض بقى ومعاه ربنا فتح ملايين وفلوس وكده. هل ده معناها ده؟ هل ده معناها ده؟ طيب. الانسان لان توزيع الارزاق في الحياة مش بالتساوي، يمكن برضو الكلمة دي انا كنت قلتها في فيديو قبل كده وزعلت الناس شوية، الارزاق في الحياة ما بتتوزعش في التساوي لان كل انسان ليه اختباره. فالانسان في الحياة كده علشان يحافظ على سلامه النفسي بيعمل ايه؟ بيبتدي يطبق فكرة الاستحقاق. انا معايا الفلوس دي كلها لان انا تعبت في حياتي وانا استحقها. والانسان ده معاه الفلوس دي كلها مش محض صدفة، لا ده هو يستحقها. ليه؟ لان انا لو قلت ان هي رزق من عند ربنا، او انا راجل ملحد قلت ان هي صدفة، ابقى خايف، ما هو زي ما ربنا جابها ممكن ياخدها، لو جات صدفة هتروح صدفة. فايه اللي يحافظ على سلامي النفسي بقى وانا عندي نعمة انا استحقها، انا جبتها بشطارتي، فاذا هي عمرها ما هتروح، صح؟ فدي دي الوسيلة اللي بحافظ بيها على سلامي النفسي، ودي الوسيلة اللي الانسان فيها لو ما نجحش برضه بيحافظ بيها على سلامه النفسي. مش قادر اتقبل فكره ان ربنا ادى فلان وما ادانيش، مش قادر افهم فكره ان ده اختبار وان دي دار ابتلاء. يا جماعه يعني محدش قال لنا ان الحياه عادله، ده دار ابتلاء، ده اختبار وده اختبارك، وكلنا هنحاسب في الاخر على قدر اختبارنا. لا، هو الحل الاسهل ايه؟ هو يستحق وانا ما استحقش، فكره الاستحقاق. فهو الانسان بس بيحافظ على سلامه النفسي لانه مش قادر يتقبل الواقع زي ما هو كده. انما هل هي ليها علامه، هل هي ليها علاقه بان الانسان الطيب ربنا بيوسع عليه؟ ما الواقع بيقول عكس كده، ممكن ربنا يوسع عليه وممكن لا. بدليل مين اعلى الناس، من يعني مين ناس في اعلى منزله يوم القيامه؟ الصبري، ناس تدخل الجنه من غير حساب. يعني انت عارف، انت متخيل يعني ايه؟ يعني انت هتعمل حاجه حلوه هتحاسب عليها تدخل الجنه، في حد هيدخل الجنه من غير حساب. هو الصبر ده ايه؟ كانت حياته ضيقه، يعني يكون صبر على النعمه؟ لا، هو صبر على فقد النعمه. والمؤمن مبتلى، صح؟ وده اللي النبي علمه لنا علشان يقفل الباب ده خالص. قال لنا ايه؟ عجبا لامر المؤمن امره كله خير. في العطاء هيحمد ربنا وخير، ان اعطى شكر فكان خيرا له، وفي المنع هيصبر فيكون خيرا له برضه. فهي ما لهاش علاقه في فكره انت تقوى ولا لا، ده مبدا استحقاق كده احنا عملنا جدعانه بينا وبين بعض. يعني انت شايف انه في ناس بتبقى شايفه كده انه يعني موضوع النار جهنم والخلد فيها، وشايفينه موضوع مش عادل، وان ربنا رحيم، يعني ازاي يعذب ناس كده الى ما لا نهايه؟ يعني هي ايه يعني ما اللي عملته يعني عشان تستحق كل الخلد؟ يعني هو في الاول وفي الاخر حتى لو هو يعني عصى وارتكب كل المعاصي، بس كان في اطار زمني محدد. فالجحيم ووصف الجحيم حتى في القران قاسي جدا، وفي ناس كتيره جدا مش قادره تستوعب ده وبتلحد بسبب ده. طيب دي برضو من فكره ايه؟ الاكتزاء في العلاقه مع الله. انا هقول بلسانهم، الكلام ده مش بلساني، انت اله بتدعي انك رحيم في حين ان انت بتوصف اشكال من العذاب مؤلمة وهتخلد الناس فيها، رحيم ازاي؟ هي دي فكرة الاكتزاء. يا جماعة ربنا رحيم وحكيم وكريم وشديد العقاب، ربنا بيغفر الذنب وبيعاقب عليه، يغفر لو طلبت المغفرة ويعاقبك عليه لو ما طلبتهاش. فربنا صفاته لا تنقطع، مفيش صفة تقطع صفة. فلما ربنا يعذب حد يقينا هو يستحق العذاب ده. وتعالى نضرب أمثلة من الواقع، مفيش عاصي بيخلد في النار. يعني لو انت انسان ارتكبت معصية زي ما حضرتك قلت هتتعاقب عليها وترجع تدخل الجنة تاني، مين بقى يخلد في النار؟
ممكن تقول لي الناس اللي بتقتل الأطفال وبترتكب المجازر دي يدخلوا الجنة على أي أساس؟ يعني الناس اللي بتقتل رضع، اللي قتلوا الست والجنين في بطنها، يدخلوا الجنة على أي أساس؟ الحقيقة إن جهنم رحمة لينا إحنا، لأن لازم وصف العذاب ده يكون رادع. يعني أنا لازم أقول لك إن في عقاب، يعني أنا الجنة اتعملت عشان أتنعم فيها، والنار اتعملت علشان تحميني من الناس. النار اتعملت علشان اللي يجي يتعدى عليا ربنا يقول له عندك في عقاب رادع لو تعديت على حقوق الراجل ده. فإذا جهنم اتعملت لحمايتي. طب انت جيت وعملت، انت حر بقى. انا جيت قلت لك يا استاذ صلاح المايه دي مغليه ما تحطش ايدك فيها، انت جيت حطيت ايدك فيها واتلسعت، دي غلطتي انا؟ غلطه اللي حط المايه ولا غلطه حضرتك؟ انت اللي اخترت ده باختيارك. يعني انت بدليل ودليلك على الكلام ده اللي ما وصلتوش الدعوه هيدخل النار؟ لا. يبقى اللي دخل النار هو اللي اختارها ولا لا؟ هو اللي ما رحمش نفسه بس. انت بتتكلم دايما عن القوه النفسيه في مواجهه الازمات، وشايف انه المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف، وبتفسرها في يعني ان هو المؤمن اللي قادر والحقيقه في مؤمنين ضعاف نفسيا. وايه معنى القوه؟ هل هي قوه في مواجهه الازمه؟ في ناس كتيره محمود بتبقى متخيله انه الرضا والقناعه بيعني انك تتقبل اي شيء، تتقبل الفقر، تتقبل الضعف المهني، تتقبل. وده بالمناسبة ممكن يكون سبب من احد اسباب كتيرة خلتنا كأمة متراجعة، لانه الاتكال الاعتقاد طول الوقت انه احنا هنتجازى في الجنه وان الحياه، نسي ناس ناسيه قانون الاعمار او التعمير في الارض، وناسيه انه هو مكلف بانه يبقى قوي وقادر ان هو يبني حضاره ويبني تقدم وصناعه، وانه ده هيجازى عليه في الجنه في الاخره اكتر بكتير جدا لو انت ضعيف. بل بالعكس، انت وانت ضعيف وامتك متراجعه ودولتك مترديه يمكن هتتسال عليه وتعاقب. طيب ده بيحصل ليه؟ لان احنا عندنا خلط كبير جدا ما بين اعمال القلوب واعمال الجوارح. الرضا ده عمل من اعمال القلوب. حضرتك اصبت بمرض، رضاك عن قضاء الله بالاصابه بالمرض ده عمل القلوب، بس عمل الجوارح ايه؟ تجري على الدكتور. انا مؤمن ان ربنا هيشفيني، ده عمل من اعمال القلوب، بس عمل الجوارح يا فندم اجري على الدكتور، خد الدواء في ميعاده. انت فقير لظروف خارجه عن ارادتك، اتولدت في احد الدول الناميه دول العالم الثالث، اتولدت في بلد فيها حرب اهليه، مفيش حد بيختار بلد وانت بتتولد تلاقيها بازماتها الاقتصاديه بحروبها بسرعتها، امر واقع انت بتتولد تلاقيه. رضاك عن المهنه اللي ربنا حطك فيها ده عمل قلوب، ولكن سعيك للخروج من المحنة دي ده عمل الجوارح، وانت بتؤجر على السعي ده. وده من جمال الدين الإسلامي، ان يقول لك العمل عبادة، انت مش بتشتغل عشان تجيب فلوس، انت بتشتغل لان العمل عبادة بعد كده بيجيب لك فلوس. فالسعي في الدنيا احنا بنؤجر عليه، فده لا يتعارض مع ده. ولكن هي الفكرة في ايه؟ افصل ما بين عمل القلوب وعمل الجوارح. لما اقول لك ارضى بقضاء الله مش معناها ان انت تنبطح للازمه تتنازل عن حقوقك، لا، معناها ان انت ترضى من جواك على المحنه اللي ربنا حطك فيها، ولكن بجوارحك حاول تخرج نفسك منها. لو ليك حق روح اطلبه، لو تقدر تخرج نفسك بالسعي اسعى. هي دي الفكره، بس ما تخلطش ما بين عمل القلوب وعمل الجوارح. في مره انت قلت ان الارزاق يعني ما بتتوزعش بالتساوي، وان في ناس حظها في الدنيا قليل وناس حظها حلو، لكن محدش هتزلها. ازاي بقى؟ طيب المساواة شيء والعدل شيء، ده في البداية بس كده عشان نعرف. المساواة ان انا وحضرتك ناخد قد بعض، بس هل ده يقتضي العدل؟ العكس، العدل احيانا يقتضي عدم المساواة. زي ايه؟ حضرتك في جامعة وانا في مدرسة، ولينا اب بيصرف علينا احنا الاثنين.
المساواة ان انا وانت ناخد مصروف قد بعض، بس هل ده عدل؟ ولا بتاع الجامعة اللي بيسافر وبيركب مواصلات اكتر وبيشتري كتب اغلى وبيشتري اكل اغلى ياخد مصروف اعلى؟ فاذا العدل ان انا اكفي احتياجاتي وانت تكفي احتياجاتك، فعلشان ده يحصل العدل ده اقتضى ايه؟ عدم المساواة في المصروف. وهكذا الحياة، يعني العدل شيء والمساواة شيء، والعدل في أغلب الأحيان بيقتضي عدم المساواة، عشان نقفل بس النقطة دي. طيب، فأنا قلت أن الأرزاق لا توزع بالتساوي. الجزء الثاني، يا جماعة الحياة مش عادلة، مفاجأة بقى، الحياة مش عادلة ليه؟ لأن هي ابتلاءات. في إنسان بيبتلى بالنعمة وبالعطاء، وفي إنسان بيبتلى بالحرمان، وده مش كلامي يعني. ربنا بيقول في القرآن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، مش اللي قلت، هو ده واقع. ليه؟ في إنسان يعطى النعمة ويبقى اختباره في الدنيا عملت إيه بيها، وفي إنسان يحرم النعمة ويبقى اختباره في الآخرة صبرت عليها ولا لا. ففي النهاية مفيش إنسان هيتظلم. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حسم لنا الحتة دي، قال إيه؟ عظم الجزاء من عظم البلاء. انت هتبتلى في الدنيا، انت ممكن يوصل بيك البلاء لدرجة انك من كتر اجرك انت هتؤجر من غير ما تحاسب اصلا. حلو؟ منزلة زي منزلة الصابرين اللي اتكلمنا عليها دي، ناس هتدخل الجنة من غير حساب. هل هي لها اي طريق غير انك تكون حظك قليل في الدنيا؟ ملاش طريق تاني، هي كده. ولكن هل انت جيت في الاخرة اتظلمت؟ ولا انت كفئت على حرمانك من النعم في الدنيا؟ كفئت. يبقى في النهاية ما حدش هيتظلم لان ربنا عدل. ولكن احنا في اختبار، وكل انسان مننا اختباره مش زي التاني، وده ملوش علاقه بالظلم، لان طالما كل انسان هيحاسب بناء على صعوبه اختباره يبقى مفيش حد اتظلم. عارف انا على المستوى الشخصي يعني اقول لك تجربتي. في وقت لما كان الرزق وسع، او ربنا بسط الرزق، لقيت نفسي عارف اللي هو بضغة، عارف انت اللي هو في حصل في نوع من التجرؤ على المعصية، وانا مكنش يعني في الاول انا مش مستوى يعني مش واخد بالي، مكنش واخد بالي، وحصل في حالة من يمكن الاستعلاء شوية برضو من غير ما اخد بالي. وبعدين لما داء الرزق لقيت نفسي بقرب لربنا، ببعد عن المعصية، بدأ في تواصل بيني وبين الله سبحانه وتعالى، صلاة، عبادات، وبقيت اكتشف كل مشاكلي وعيوبي. عارف انت لو زي ما كنت ربنا فتح ضرب لك كشف نور بقى، لو انت شايف الكبر كان فين والمشكلة كانت جاية منين، وبقيت تبقى تشعر بانه ربنا في ضيق الرزق كان عايز لك الخير، مش العكس. يعني عارف اللي هو ايه، انت بتسال نفسك سؤال، هو انت لما انت مين؟ ما انت ممكن تيجي تقول لا 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 انا راجل فقير، بس لو ربنا مثلا فتح عليا واداني مليارات انا هعمل بقى جمعيات خيريه وبتاع. لا، انت ربنا اعلم بيك، هو اعلم بكم، أو هو أعلم بما في نفوسكم. فهو ربنا العالم، وعشان كده هو ربنا لو بيحبك ممكن ما يفتحش قوي في الرزق عشان ما تضغاش، وعشان هو عايز لك الآخر اللي هي الفوز العظيم مش الدنيا. فتبدأ تبقى أنت عارف حكمة ربنا فين. يعني أنت ما تعرفش، أنت ممكن متخيل أن أنت الضيق ده، الضيق ده ممكن يخليك طول الوقت قريب من ربنا، وتبقى دي حكمته ان هو عارف بيعمل لك الاصلح. بس انت لما بترضى خلاص هو بيمشيك في نفس المستوى لعند ما يزحزحك على النار ويدخلك الجنة، فتبدا ساعتها تدرك. لكن لما بترضاش ممكن يديلك على فكره وافتح، يفتح جامد، بس لما بيفتح ممكن تطغى، ولأن انت كنتش راضي مش فاهم الحكمة، فبتبقى في النهاية انت هو في الاول في الاخر هي الاخرة. وبنسبة الاخرة، انا ليه دايما في فيديوهاتك حاسك يعني دايما
بتفكر في الآخر. ما عرفش ده إحساس يعني. أنت حتى في ختمت أحد الفيديوهات بإنما العيش عيش الآخرة، وكان هي لها تكملة فرحم الأنصار فرحم الأنصار والمهاجرة. لكن أنت ركزت قوي، عملت فوكس كده على إنما العيش عيش الآخرة. وده معنى أنا حاسه. أنت بتفكر في الآخرة كتير يا محمود ولا ما؟ أنا في فترة من فترات حياتي كنت كاتب كده على الحيطة تذكر أنك ستموت غدا. إحنا هنا علشان نبني لنفسنا بيت في الجنة، فمن غير المنطقي تماما انك تسيب عمرك يتسرسب منك وتيجي يوم القيامة تلاقي نفسك ملكش بيت في الجنة. انت خلاص انت عمرك ده بتستثمره علشان تبني لنفسك وتبني لحبايبك كمان، حبايبك اللي ماتوا، حبايبك اللي الموت خطفهم منك، انت عايز تقابلهم تاني في الجنة وفي مكان حلو. فانت بتستثمر اللي جاي من حياتك علشان تبني لحياتك الحقيقية، انت بتستثمر هنا في الدنيا علشان تبني لحياتك الحقيقية. فمنطقي منطقي ان انت لازم تفكر في الاخرة، لازم كل افعالك اصلا تكون للاخرة. انا بشتغل ليه؟ عشان اجيب فلوس اكل بيها في الدنيا واخد اجر في الاخرة يدخلني الجنة. بتجوز ليه؟ عشان ابني اسرة واكبر وبتاع حلو، عشان اتمتع بعيالي ومراتي والحياة دي في الدنيا. بس برضو انا عايز اجيب زوجة كريمها واخلف اطفال واربيهم ويطلعوا متدينين واخد كل ده اجر في ميزان حسناتي. فانا بعمل لنفسي اللي يقضي مصلحتي في الدنيا، بس ما بنساش ان الغرض من وراء اي فعل في النهاية هو الاجر العظيم في الاخرة. ليه؟ دي اكتر حاجة تحافظ بيها على سلامك النفسي، لان انت في الدنيا ممكن ما تاخدش الاجر اللي بتدور عليه، لانك وارد تسعى وما توصلش، وارد تكون بتشتغل ومش مقدر ماديا، وارد تكون بتبر ابوك وامك وهم مش بيبادلوك نفس البر لان برضو هم مطالبين ببرك يعني، وارد جدا تكون بتطرع اولادك وبتعمل لهم كل اللي هم عايزينه وما بتاخدش المقابل، ومع زوجتك ومع اصحابك ومع جيرانك وارد قوي ان انت تكون تعمل حاجات كتير قوي ما بتاخدش المقابل الدنيوي اللي انت منتظره. فلو شلت من قدامك الجزاء اللي انت بتعمله ده في الاخرة هتبطل تعمله او سلامك النفسي هينهار. فوجود جزاء الاخرة قدام عينك طول الوقت هيخليك تستمر في تطبيق التعليم الدينية وكل واجباتك في الحياة حتى لو انت مش شايف العائد بتاعها قدام عينك. محمود والله انت نورتنا في ذات مصر. انا اكرمك. انا سعيد بلقائك والله. ربنا يكرمك. نلقاك على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.